ماما شو لزوم هالشي؟ ليش عم تعملوا فيها هيك؟ لا تصفي معها فرح، انا ما ممكن اعمل هيك عملي دنيئة، بس هي عم تتهمني اني قتلت قتلها بلا شفقة. ماشي ماما، المخلوقة سقطت ابنها وتعبانة، انت كمان حاولي تستوعبيها. هلأ ما انا منتبه لحالة شو عم تقول، نفسيتها تعبانة. شو بدي افهم يا فرح؟ شو بدي افهم من هالتخبيص والحكي الفاضي؟ عم تتهمني بوشي. يلا ارتاحي. ايمن ما عم صدقيها. ايمن ما عم تدخل بعقلي، كيف ممكن يكون الانسان بلا ضمير؟ نرمين اسمعيني، امي ما انا حقوده لهي الدرجه انه تعمل هيك عمله رخيصه ووسخه. طيب ليش كانت تجي على الغرفه بغيابك؟ كانت توقف جنب هالكومودينا وتقلي ديري بالك تهملي دواكي. ليش يا ايمن ليش؟ لانها بتحبني كتير؟ شوف كانت هون بالضبط محل الدواء. نرمين يا حياتي قيمي بقى من راسك هذا الموضوع. ايمن انا ما عم بظلم امك، اذا في حدا مظلوم فهو انا. هي المرة قتلت ابني، عم تسمع؟ هي قتلت ابني. طيب انتي ما انتبهتي على القصة؟ ما حسيتي انه متغير؟ كيف بدي احس اذا كل يوم كنت عم باخد كمشة حبوب؟ طلعي شفتي نفس الدواء، اكيد غيرته مبارح بالليل وانا مو هون. رغبية شوفي حياتي، تعي ارتاحي شوي. تعي، بعرف انك متضايقة ومقدر هذا الشي، بس صدقيني انا رح اعوضك عن كل شي راح. نسي كل شي سيء مر بحياتك، فكري باللحظات الحلوة بالمستقبل، فكري بحياتنا الجاية. انا ما رح اسمح بنوب انه حدا يضايقك او يزعلك ابدا، انا بحبك كتير. ليكن اجوا يا جلال، وصلوا. ليش تأخرتي يا ابني؟ خفت عليكن كتير. وصلنا العم عدنان على بيته يا ابني، هلأ اجينا. الله يبعد عنك ولاد الحرام. امين يا رب العالمين. الحمد لله على السلامة، والله يخلينا ياك سالم. الله يسلمك. الحمد لله على جبران خاطرك عمي. تسلم يا شكري. ام عمار، العصفورة قالت لي انه معزومين عندكم على الغداء. رفيقك مستني عزيمة العصفورة، يلا ادخلوا لجوا. يلا يلا، شرفوا شرفوا. مسلم يدك، خالي كتير طيبين. شكري ليش ما عم تاكل؟ خير بابا؟ ليش ساكت؟ في مشكلة؟ في أسوأ من الحالة يا ابني، عم تصير جرائم والتقيت بأرضك جثة. يعني بابا شو أعمل؟ هنن ما عم يتركوني. طيب يا ابني، انتو شو لكم شغل مع هيك جماعة؟ انتو مافيا ولا شو؟ بابا ليش عم تحكي هيك؟ مافيا شو؟ هدول الكلاب كانوا عم يهددوا لعم حسين، ونحنا جبناه على بيتنا لنحميه، والباقي بتعرفه. طيب هو شو عامل يهددوه؟ الآدمي الختيار انتو منين عرفتوه؟ نحنا وهالكلاب طلبنا الأرض نفسها، والمرحوم كان صاحبها، يعني قصة طويلة. فهمت، معناها ما جبت المسكين اللي مات لتحميه من شان سواد عيونه. في إلكن علاقة بموته، هيك ولا هيك انتو السبب. وهلأ كيف بدكن تدفعوا دية الزلمة لأهله وأحبابه؟ بابا عم تحكي وكأنه نحن المذنبين، نحن جبناه لنحميه وهنن اجوا قتلوه. يعني إذا في حدا لازم يتحاسب على هالشغلة بيكون هنن مو نحن، ونحن بإذن الله بدنا ندفعهم الثمن. تعا معنا فوق. شو خير بابا؟ هاتو. شو اللي هاتو؟ عمار مسدس هاتو. بابا اسمع شو رح أقول، تار ما بيخلص أبدا،
الدم بينادي الدم والموت بيجيب موت تاني. شوف يا عمار، هدول مثل قطيع الكلاب، تقتل واحد بيجوا عشرة، تقتل عشرة بيجوا مية. ما بتروح غير على الأبرياء والمساكين مثل محسن. بس أنا ما فيني أعمل حالي مشايف. عمار، أنت مو شرطة ولا درك. بابا أنا مو شرطة، يعني شوف يا ابني، أنا أبوك وبفهمك، تألمت، احترق قلبك، بس هلأ أنت عم تغلط. لوين بدك توصل؟ نرمين ما عادت إلك، حاول تنساها. نرمين ما دخلها بابا، شلتها من بالي. عمار ابني، انتقام جرح القلب ما بيتاخذ بسلاح. الله ما بيقبل الشي، ما بيصير. فيق على حالك، بدك تكبس على جرحك ملح، بدك تشفي جرحك بنفسك، ما في حل تاني. هات المسدس. انت مو بحاجته يا ابني، عندك قلبك القوي بكفيك. إذا بدك تنتقم من الناس اللي ظلموك، انتقم بقلبك مو بسلاحك. طلعوا فيني ولا فهمتوا الخطة ما هيك؟ يا ويلكم تعملوا حركة غلط أو أي شيء، تعليمات أيمن بيك واضحة. بدنا ندخل مثل العالم ونعزي بالزلمة ونسأل بأكابرية إذا كان بدهم يبيعوا الأرض. كلامي واضح؟ أمرك مع المي، مفهوم. على أصول وبأكابرية. تحركوا. السلام عليكم يا أختنا. عايشة خانوم؟ ايه أنا، تفضلوا. البقية بحياتكم يا ست. الحقيقة عرفنا العم محسن من فترة قصيرة، بس خسارتنا إنه كتير كبيرة. تسلموا، عدم المؤاخذة، ما عرفتكم انتو مين؟ يا ستنا أنا بكر، بكر قرضاغ. أبوكي كان صديقنا وأنا بشتغل مع أيمن كروانجي أغنو بالتجارة. لا ما حكالي عنكم، عدم المؤاخذة، عندي شغل لازم ساوي. عايشة خانوم، بيسلم عليكم أيمن بيك. المرحوم قبل ما يموت كان بده يبيع الأرض لإلنا، ولما بتخلص إجراءات حصر الإرث وإذا كنتوا ناويين تبيعوها فنحن لساتنا جاهزين. شوف بابا لسه ترابه ما نشف، وألم موته تازة، مالي بوضعي يخليني فكر بهالشغلات هلا. طبعا طبعا عشي خانو، ما عم نقول فورا، نحن مستنى. يلي قتل أبوكي هو عمار الكوسوفي، وهو بيقدر يوصل لك ويأذيكي بأي وقت، وأيمن بيك خايف عليكم كتير. هل حلوة بنتك؟ ايه بنتي. الله يحميك يا حلوة كتير. شوفي يا عايشة خانوم، هالجماعة خطرين كتير، إذا بتبيعوا الأرض لما بتخلصوا إجراءات حصر الإرث بيكون أحسن لك بكتير. ماشي بفكر. معناها نحن منمر عليكي مرة تانية. مين هدول وشو بدهم؟ ما في شي يا بنتي، ما في شي لياخدوا. ايه اللي عم بسمعك يا شوكت. بس يا سيدنا، بسبب انشغالكم بالشغلة التانية ما حبيت ازعجكم. احكي، عم بسمعك. الاخبار سيئة يا سيدي، الكوسوفي طلع. شو يعني طلع؟ ما قلت لي بينحبس 15 سنة او 20؟ والله وهذا اللي كان لازم يصير يا سيدي، بس فرح خانوم خربت علينا كل شغلنا. شو عم تقول يا شوكت؟ فرح شو عملت؟ تعاونت مع الطرف الخصم. شو عملت؟ ما سمعت. فرح خانوم كانت مع هذا الكوسوفي وقت حدوث جريمة عم يتسلوا بالكافيتيريا، وقدمت للنيابة دليل براءته وشهدت معه. دليل شو؟ رح تطالع لي خلقي يا سيدي. فرح خانوم بساعة الجريمة بالتحديد كانت مع الكوسوفي، وكاميرا المراقبة سجلت لقاءهم وقدمتهم للنائب العام. شو بده هذا الكوسوفي يا شوكت؟ لوين بده يوصل بدخلته لجوا عيلتي؟
والله ما بعرف شو بدي لك يا سيدي، بس لو ما دخلت فرح خانم بهالشغلة كان الكوسوفي هلا اكيد جوات السجن. ما عم بفهم يا شوكت، معقول الاولاد يكونوا بلوي؟ كأنه البلاوي اللي جاب ايمن على راسنا ما بتكفي، طلعت لنا بالسحبة فرح. ها يا اولاد، الغضب بيجيب الغضب والدم بيجيب الدم. الشهامة الحقيقية مو بالانتقام أو الشر، الشهامة إنه الواحد يتحمل ألمه. أنت عم تغلط يا عمار، لوين بدك تصل؟ نرمين ما عادت لك، حاول تنساها. نرمين حبيبتي، ما بصير تتعبي حالك هيك، تعي خليكي متسطحة. لا أنا هيك منيحة، مليت من التخت. بدي أقول لك تعي نطلع لبرا بس بتتعبي. لا مو جاي عبالي اطلع، بس مليت من التسطيح، هيك منيحة. كيف صرتي نرمين؟ إن شاء الله أحسن. منيحة فرح، أنت كيفك؟ منيحة. بالمناسبة عمار طلع وهو بخير وسلامة. الحمد لله على سلامته، شو منعمل له يعني؟ إذا كان اللي عم يرتكبوا جرائم وتطلع الجسس بأراضيهم عم يطلعوا براءة من السجن، شو بده يتأمل الواحد بهالزمن؟ أيمن شوف، عم تتهم الزلمة بدون حق، وانت بتعرف إنه عمار ما له علاقة بهالجريمة، نحن كنا مع بعضنا وقتها وهذا ثبت بتسجيلات كاميرات الأمن الموجودة. خلينا نسكر هالموضوع. أنت اللي بلشتي الحديث عن البطل، إن انحبس ولا طلع أنا شو بيهمني؟ أنا طالع شم هوا. شايف يا فرح، كل ما سمع اسم عمار بجن جنونه. عمار اهلا وسهلا. اهلين. الحمد لله على السلامه. اهلين بالشباب، الله يسلمكم. وينك لهلا يا با؟ قلنا لحالنا نسهر لنا شي سهره مع بعض، انت تاخرت. تمشيت لي شوي. اسمع لي يا، رحت تمشيت حوالي الاطلال؟ لا ابدا. هذا لكشف الكذب. عن جد ما بعرف شو بدي اقول لك او بشو فيني ساعدك. نرمين، ايمن كثير عم يتعذب مشانك، لازم تلاقوا حل لمشاكلكم. فرح ما عم يطلع بإيدي شي. شوفي نرمين، أنا معك أيمن بحبي بالغ شوي، أنت لازم تفهمي. عم حاول. ما عم تفهمي يا نرمين وما حتفهمي. لو فهمانتي ما كنتي بتشوفي عمار. أنت حتى مانك منتبهة قديش جرحتي. فرح كان لازم روح لعند عمار عشان احكي له عن كل شيء واشرح له شو صار. شوفي، اذا حكيتي له شو رح يتغير؟ لازم تقرري شو بدك وتنهي هالعذاب. ايمن احسن ولا عمار؟ يكون بعلمك الموضوع انتهى، ما عاد عندي فرصة لاختار عمار، هو ما عاد بده ياني، انتهى كل شيء، صار ذكرى. اسمعي مني، لازم تنتبهي لتصرفاتك أكثر. قلبك بمحل وعقلك بمحل، ما بيصير رح تتعبي هيك. عرفي كيف ترسمي طريق حياتك، وإلا رح تضيعي وتضيعيه. أنا رسمت طريقي يا فرح من زمان. بعدين لا تنسي حفلة عرسي، أنا ضايعة. شوفي نرمين، انك تعيشي مع ايمن وتقلي له ما بقدر اعطيك قلبي تقيله شوي. ما تزعلي مني، بس انتي هيك عم تظلمي. صدقيني مهاين علي، بس ما بعرف اذا بدك تبقي مع ايمن
عمار لازم تنسيه، وإذا ما بتعملي هيك بدك تأذي عمار كمان. هو كمان لازم يقطع أمله منك حتى يعيش، لازم يبدأ حياته من جديد، على الأقل إذا شاف وحدة يقدر يثق فيها ويحبها ويرتبطوا. لازم تختاري، إذا ما بدك تنسي عمار لا تعطي أيمن الأمل، لغوا العرس قبل ما يصير، وإلا رح نعيش كلنا بتعاسة وبدون سعادة. صحتك يا با، وبصحة طلعتك بالسلامة، لو ما لنم طالعينك كنت حفرت لك نفق وطالعتك. وهلا يا با شو القصة؟ حكي لنا وفضفض، ضرب لي بوزك وساكت، بقومها. عود ما في شيء، بس عم فكر باللي عملناه. بسببنا راح واحد بريء يا أخي. يا با، العم عدنان كلامه صح، نحن ما جبنا الزلمة هيك بمرائنا، الزلمة كان عم يتهدد وجبناه لنحميه. أخذناه لنحميه، وشلون حمينا؟ القصة ما دخلك فيها أنت، أنت مالك ذنب. المسألة مو هيك يا شكري، أنت كنت عم تحرص لعم محسن مشاني أنا، يعني كل شيء عم تعمله مشاني. هاي مشكلتنا نحن، مشان ننتقم روحنا الزلمة بريء، لا له لا بالعير ولا بالنفير. ونحن بدنا نحاسبهم على هالشغلة، يعني ما رح نترك لهم إياها. بس يا ترى شو ما عملنا منرجع لعم حسين؟ مثل ما بتعرف الرجال عنده بنت، ونحن لازم نروح نعزيها. كيف بدنا نروح؟ وإذا رحنا شو بدنا نقلها؟ من إلا كان عدونا قاتل حاله ليشتري أرض أبوكي، ونحن ما بدنا نخليه، بس لما تعركست أخذناه لنحميه، قام بالغلط مات أبوكي، والله نحن آسفين، هيك من إلا؟ إيه، ما بدك كل هالمبالغة لك عمار. أنا مبالغة، ما هذا اللي صار. شو ناوي تحكي؟ ما هددوا الرجال بأنهم حيقتلوا وفتحوا عليه قنينة غاز وحاولوا يخنقوه، هلأ هيك هنن بيصيروا مانهم مذنبين ونحن المذنبين؟ إشو نحن عم نظلمون؟ شكري مشان الله فهمني، هنن أساسا جماعة سفلة وغدارين، بس شو نحن؟ وين نحن واقفين؟ هذا المهم. لوين بدنا نوصل هيك؟ نحن بدنا نقتل كل السفاحين بالبلد؟ هاي مو شغلتنا، في عسكر، في دولة، في شرطة. وقت سحبني أبي عن الأكل حكى معي بهالموضوع، ما قدرت رد. شو بدي رد وكل اللي عم يقوله صحيح؟ والله إذا بابا جلال حكى نحن ما لنا كلمة. نحن غلطنا كتير، بدنا ندفعهم التمن، بس اللي دفع التمن عالم مالهم علاقة. لو ما نزلتي تفطري معنا كنت رح طالع لك الفطور. الحمد لله أنا تحسنت كتير، و حسيت إنه حابة أفطر معك هون. طيب إذا هيك إيه، كأنكن عشق ومعشوق، إذا بدكم بروح. لا ما في داعي تروح. إيه هيك ها، قديش كن حلوين هيك بدون ما تتخانقوا؟ نتخانق؟ الخناقات صارت من الماضي. ما شاء الله، لندق على الخشب حتى ما نحسدكم. أوف، تأخرت على الشغل، يعني على شوي بنسى أنه عندي شغل بالشركة. يلا باي باي. باي فرح. يلا باي. يلا باي بابا. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير بابا. شو بك متضايق؟ كتير مزعوج. انت بتعرفي شو يلي زعجني؟ شو؟ صدقني ما فهمت عليك. هذا الولد عمار الكسوفي، منين بتعرفي؟ بابا مثل ما بتعرف بسبب مشكلة الأرض ما غيرها انجبرت التقي مع عمار كوسوفي، ولما كنا سوا مع بعض نقتل الرجال وتهموا عمار بيقتله. طيب والكافيتيريات اللي عم بتروحوا لها عالطالعة والنازلة؟ التقينا بسبب مشكلة الأرض بابا. ما بقى تلتقي مع هالزلمة؟
هالأشكال مو من مقامك. شغلتك أنت تخلصي واحد حرامي من السجن والركض لعند النائب العام وتلاقي له دليل براءة؟ معقول اللي عم بسمعه منك بابا؟ عم قلك كنا سوا ساعة ارتكاب الجرم، شو بدك يعني أعمل اسكت عن الحق؟ بدك أبعت واحد ماله ذنب على السجن هيك عينك عينك؟ اسمعيني يا فرح، تركي كلام المحامين هاد، شبعت من مصايب أيمن، مو ناقصني أنت كمان. إذا بسمع أو بحس إنك التقيتي فيه بأي شكل رح تندمي يا فرح. شي بدقيق. عمار. نعم بابا. شو عم يقول المحامي؟ كأني فهمت منه انه من اول جلسة ممكن تاخد براءة. لا مو شرط، يعني هو ما حكى هيك بالضبط، يعني اذا ما طلعوا هالكلاب واعترفوا الدعوة يمكن تطول كتير، بس انت ولا يهمك. ايه الله يجعله خير. هالبنت الكرمانجية طلعت واحدة حقانية، الله يرضى عليها. ايه والله الله يعطيها على ادنيتها. يا ريت فينا نشكرها وش لوش على معروفها. سفرة دايمة. ما اكلت شي يا ابني؟ لا انا شبعت الحمد لله. صحة وهنا. انت بين النواحي ما هيك؟ ايه ايه. مرحبا. أنا آسف بس عمول إذا كنتي فاضية وما عندك مانع بلكي ملتقى شي خمس دقايق. ما عندي شي، شو بده يكون المانع؟ ماشي نفس المكان. ماشي اتفقنا. يسلموا. مرسي. مرة تانية الحمد لله على سلامتك، فرحت لك كتير. بفضلك طبعا. الحقيقة أنا حبيت التقى معك مشان أتشكرك، يعني إذا بدك الصراحة ما كنت متوقع أبداً إنك توقفي معي هيك وقفة. ليش؟ ما بعرف، يعني عزبتي حالك كل الأد مشاني وواجهتي عيلتك ووقفتي بوش الكل. كيف ما كان أنا كروانجي أغلو ما هيك؟ لا تأخذيني. طمن ما رح أتضايق منك، نحن بالنسبة إلك يعني الأغنية أمثالنا، مخلوقات ما بتفكر غير بحالها، أنانية عايشة بالقصر العاجي ومحسب اللي حواليها، ما هيك؟ لا أنا ما قلت هيك ولا هيك بفكر. برأيي هيك عم تفكر بالضبط. بالنسبة إلك أبي وأيمن ناس مثل الوحوش، وبما أني من نفس العيلة أنا مثله. والله يا فرح أنا ما بعرفك كتير، بس لا تأخذيني، أنا رأيي بأبوكي وأخوكي مثل ما قلتي هلأ تماما، أنا هيك رأيي. عمار ما بتقدر تتهم أيمن عطول وتبرئ حالك من الغلط بهالحادثة، أنت وأيمن غلطتوا. آسف فرح، يمكن لازم ذكرك القاتل اللي بيشتغل عند عيلتك هدد لعم حسن. أنا ما قصدت آخر مشكلة صارت بيناتنا بسبب عنادك وعناد أيمن الغبي، مات شخص. يمكن لو نفكر بعقلك وقت اللي عرضت عليك الشراكة كان هالرجال هلأ لساته عايش، بقى مين المسؤول؟ يعني مو مهم مين قتله. ما أيمن بخاف يقتل حشرة، كيف بده يقتل إنسان؟ منشوف، لابد ما تظهر الحقيقة. بتمنى تظهر
ومين ما كان ياخد جزاته. بس مو هذا الشي اللي بدي قلك يا انت. لحق انتقام لعلاقة مضت وراحت. اذا ما رسمت لحالك طريق جديد يمكن تعذب حالك والحواليك. انا ما عندي هيك مشكلة بنوب، انت غلطاني. بتمنى اكون هيك لانه سعادتكم مرتبطة ببعضها. الحياة مو مجرد انتقام يا عمار. اذا بتقدر تتجاوز عقدتك هي مين بيعرف، يمكن تحب وحدة تانية من جديد وممكن تعشقها. ما تقتل روحك، فكر بكلامي، صدقني من حقك تعيش السعادة من أول وجديد. تفضلوا أعطي خبر لنيرمين. خلاص طيب. ماشي تفضلوا لهون. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، تفضلوا استريحوا. أهلين فيكي. أهلين فيكي، تسلمي بنتي. روحي اعملي قهوة لضيوفنا وخلي رغوتها كتيرة على وشها. حاضر يا خانم. نحن هلأ لدرينا، قلنا لحالنا منطمن عليها. أهلا وسهلا، كتير منيح. ما حدا كان بيريد يصير هيك، بس شو منساوي، هيك قدرها، صار اللي صار. هي اشتكت من مغص كتير قوي، يعني ما كان فيها تتحمل، بس انه تسقط. ليك اجت بنتي. كيفك يا امي، كيف صرتي؟ كيفك حبيبتي، كيف صرتي؟ منيحه، احسن من اول. ايه منيحه ما شاء الله. اعصابها متوتره شوي وهالشي طبيعي اكيد. لا تزعلي حالك يا امي. ايه شو بدك تساوي حبيبتي، شو بيطلع بالإيد؟ هذا تقدير الله. القصة مو هيك، في أسباب تانية. مثل ما قلتلكن متوترة شوي، أعصابها تعبانة. مو سهلة عليها. إن شاء الله ما بتشوفي هم تاني. أنتوا شباب ليش العجلة؟ الحياة قدامكن، بعدين ما بفيدك الزعل. لازم تشدي حالك بسرعة، ما بقيان كتير لعرسكن يا عروس، ما هيك؟ أمي شو؟ عرس؟ عرس شو؟ عرس الأولاد، ما بقيان له إلا 15 يوم. أهلين. صباح الخير. بيت عمار كوسوفي هون، بدي إياه بشغلة مهمة. هون بيته بس هو مو هون، ليش عم تسألوا عنه؟ كنت بدي أحكي معه بشغلة. تفضلوا نحكي معه. فوتي. تفضلوا. ماما المدام بدها تشوف اخي عمار. لا تاخذونا، ازعجناكم. استغفر الله، تفضلوا ارتاحوا. عادي يا بنتي. خير اختي، شو بدك من عمار؟ انا بنت المرحوم محسن اوستور. هي بنتي، قلبي حكالي عن كل شي مشان الأرض طبعنا. بنت المرحوم معناها. العمر إلكن، كلنا زعلنا عليه، الله يرحمه برحمته الواسعة. تعيشوا وتترحموا، تشربوا شاي ما هي؟ لا تعذبوا حالكم. شو هالعذاب بنتي، حطي شاي على النار. حاضر. عمار مو هون، بس لتحط الشاي بقلة تتصل فيه على الجوال. يسلموا. مرس يا لعيب مرس. شوف السهر هالمرس، هال العاب لله. شوف شو شهر شهر وسيم. تفضل. تعا تعا خد لك درسين اسمي عم علبوا اللعب لشكري. لا ما بدي، كملوا انتو، انا بالبيت. فصلني ماما. اتصلي مرة تانية، يمكن اجا. كنا عم نتصل فيك عمار. خير في شي؟ ست عايشة بدها تحكي معك. معي؟ اهلا وسهلا. اهلين وسهلين. تفضلي. انا بنت المرحوم محسن اوستور. العمر الك، لا تاخذيني، انا كنت محبوس وما اجيت على العزاء. زعلنا كتير، يعني
الله يرحمه. أبي قبل ما يموت، قبل ما يموت، قبل ما يموت حكى معي بالتليفون. المرحوم وثق فيك كتير، هيك قال لي على التليفون. الله يرحمه. بس أنا ما كنت أثقته فيني، يعني أنا ما قدرت أحميه مثل ما وعدته. بتمنى تسامحيني. الله يسامحك. المرحوم كان بدي يبيعك الأرض. الحقيقة يا أختي والله مالي وش لا أحكي معك ولا أطلع فيكي بلا ما نحكي. أنا كمان يا أخ عمار ما بدي أحكي بهالموضوع، لسه وجعنا عليه تازة. بس أنا هلأ مجبورة، إجوا هدوك الجماعة مرة تانية، إجوا على أساس بدهم يعزوني بأبي. هني عم يخوفوني من تحت لتحت، لما حولي على بنتي الوحيدة شو بدي أعمل ما بعرف. أنا مرة وحدانية، عندي هالبنت ومالي غيرها بالكون، مو سعدي على حالي بس خايفة على بنتي، شو أعمل؟ ساعدوني. وصلتي يا أختي، لا تقلقي أبدا ولا تخافي من شيء. إذا بدهم يقربوا عليك لازم يمرقوا عجزتي بالأول، لا تخافي. اشربي الشاي. ابني لوين؟ ابني عمار دقيقة. عمار اختي لا تخافي من حدا، انتي أماني برقبتي من اليوم، انتي مثل اختي. ابني وقف دقيقة. ابني خلاص ما رح يصير شيء. لك ليش هيك هذا طاير يا جماعة؟ لوين رايح هذا هيك؟ شو في يا سلطاني؟ شو؟ أخذ سلاح؟ طولي بالي. خير إن شاء الله، لطفك يا رب. لا تخافي أنا حأتصرف. حسن شو تريد؟ مرار بابا. حسن ابني، عمار أخذ سلاح وطلع من البيت. إيه على عظم رقبتي، طلع سيد الأقرع. أنت شو عم تقول؟ لوين راح الولاد؟ راح يربي هدنك الواطين يا عمي. طيب وين محلهم هدول؟ هدول عندهم مسلخ، أكيد عمار بيكون راح لهوني. يا الله تحفظ الولد المجنون. يلا حسن يلا امشوا. ماشي الحال، والله لفرجيك يا أصلع الكلب، والله لأدبحك مثل الغنمة. أهلين معلم رجب. لاحظ كيفك ولا؟ على كيفك. ما في شي عكرك ما هيك؟ ما في معلم. منيح. طلعت البضاعة اللي بدها تروح على أزمين؟ طلعت معلم. حلو. ابني ما فيك تسرع أكتر؟ والله دعست على خير بابا، ما سمعني الموتور كيف طايش. مين انت ولا؟
صوفي يا معلم. يا عيني اجا لعنا بايدي ورجلي. يلا تفرقوا له هالمره، خلينا نذبح الكوسوفي ونسرق جلده. اصلع الكلب، تعال شوفوا له. ولك بدي اسلق جلدك وبدي اشرب من دمك وعلقك على السيخ مثل الخروف. انت لساتك عايش يا خطير؟ ما متت؟ لا لساتي صحيلك، بس اطمن ما رح موت قبل ما اشخطك شخطة كلب. زتنا لك أول كلب، يا أمي ما بدك ياه؟ ما عاد يلزمك. ما ما حذرت، بدي علقك ولا من رجليك بهالمسلخ مثل الخروف. شو فكر حالك أنت ولا؟ وليك أنا عزرائيل بدي أقبض روحك. رح تخلص علي يعني؟ كي ولا عزرائيل لا تكون اندفست. طلعوا لا ليكني طلعت لك كوسوفي. صرت بدك تطوس واحد بدون سلاح؟ قل لي هي مرجلتك ولا بدون سلاح؟ ما حقير بلا شرف، بس بالأول جاي عبالي ربيك شوي. قتلني ويا إذا بدك تعيش قتلني، بما أنك لقيت الفرصة قتلني. إذا بدك تعيش قتلني، إذا عندك شوية عقل قتلني. بالله شو خراس، لسه بكير، بدي موتك شوي شوي، بدي أسحب روحك منك شوي شوي. فكر حالك رح تنفت بعد ما قتلته لمحسن؟ ما واحد واطي واطي. ولك لسه عم تضحك؟ على شو عم تضحك؟ ها ليش قتلته لمحسن؟ شو كان لك عنده ولا ها؟ ليش ما بتكونوا رجال وتواجهوني وش لوش؟ هاي وصلنا هون عمي. شكري عمار، ما راح تحكي مين اللي قال لك تقتله لمحسن؟ ها ولك احكي احسن ما فطي براسك. احكي عمار اتركه. شو اجتماع عائلي ولا اجا ولي امرك المحترم؟ ولك ابن الحرام. عمار اتركه. ابي بشان الله وقف المسخرة، ماني تاركه لحتى يموت هالكلب. بس يا ابني ما بيستاهل، إذا قتلته ما حيخلصوا السفلة. مو مشاني والله يا أبي، مشان العم محسن، مشان يرتاح بقبره. استنى، إذا قتلته ما بيرجع هالختيار المسكين، ما بنحل شي أبدا. ما بيسوى تنشف دمك بالسجن مشان واحد مثله. أنا ضيعت 7 سنين من عمري بالسجن. يا ابني لا تقتله. بابا بدي دفعه تمن كل شيء عمله. لا تخليني اطلع عن شورك. ابي اطلع من هون، بترجاك ابي اطلع من هون. لا يا ابني، عمار بكفي، اذا قوسته ما رح سامحك ابدا. عمار بتبرى منك ليوم الدين، لا تقوسه، ما بسامحك ابدا.